صورة مهمة ظهرت على الإنترنت دلوقتي في صفحة الشهيد علاء عبد الهادي، دكتور علاء عبد الهادي، بيقول فيها، أنا مش قادرة أقرأ من بعيد لو سمحتوا، الكندي الفائز بنوبل في الطب توفي قبل إعلان الجائزة. أنا خايف أموت قبل ما أتجوز. الكومنتات بقى طبعا في الفيسبوك، بعد الشر عليك، ربنا يديك طولة العمر. إزاي علاء عبد الهادي كان حاطط في جيبه اسمه وقال في حالة استشهادي عشان تعرفوني أنا مين. رحم الله الشهيد علاء عبد الهادي. يبقى ده كان رايح يعمل عنف؟ أنا ما أعرفش، في واحد صاحبه كان معاه هو اللي شاف، هو اللي شافه وقال مين اللي ضربكم؟ الجيش ولا الشرطة ولا مين اللي ضربكم؟ ابني ما عملش حاجة وحشة في حاجة، ابني كان بيسعى في المصابين، ضربوه بالرصاصة في مناخيره طلعت من ودنه. ليه؟ ليه الضربة القاضية دي لابني؟ ليه الضربة القاضية لابني دي يا ابني؟ كان نفسه يشوف مصر حلو، كان نفسه يشوف مصر حلو ما فيهاش مخربين. بيقول لي انا بنزل اسال المصابين يا ماما، ما بعملش حاجه والله، انا بسال المصابين مع الدكاتره والقافله الطبيه والبلطو بتاع القافله الطبيه معايا. كل مرة يكتب اسمه في ورقة وينزل عشان لو مات يموت شهيد يا رب.